اسمي مصطفى سعيد، العمر 37 سنة، خريج كلية العلوم قسم علوم الحياة. في 2009 دخلت مجال الإعلام الدوائي ودرجت خلال العشر سنوات اللاحقة. خلال هذه السنوات شفت أنه مسألة التقرير اليومي اللي يقوم به المندوب هي جوهر العمل والمفتاح الأساسي في رؤية الشركات الدوائية، ولكن خلال هذه السنوات أيضاً اكتشفت أنه عدم وجود أدوات ممكن تزيد من رفع إنتاجية التيم وتسهل عملية التقارير للمندوب، وأيضاً تقدر تطلع من عندها داتا تقدر تبني بها البزنس مالتك إلى الأمام. ففي سنة 2019، في بداية 2019 اجتنا الفكرة انه شلون نقدر نسوي تطبيق تستفاد من عند الشركات في إدارة المندوبين مالتها. وايضا في سبتمبر 2019 نزل التطبيق تيمي، وخلال هاي الفترة استخدم التطبيق من قبل 400 شخص عاملين في 14 شركة دوائية. فلهذا الهدف من هذا التطبيق هو حل مشاكل التقارير اليومية للمندوبين، رفع كفاءة وإنتاجية الفريق أيضا كتحصيل حاصل. وجود برامج مثل سكيل أب أكاديمي مهم جدا في نمو الشركات الصغيرة بصورة صحيحة، وبالتالي إيجاد فرص عمل للشباب، مما يؤدي إلى نمو وازدهار القطاع الخاص.